هذا الهم البهيمات انا ما سخيش فيهم، البهيمات ما سخيش فيهم، ربيع قلبي اكثر من الدراري. ويني ما كاينش اللي تي طالع بك ولا شحال، واش مندر كنا نقضيو ب 1200 ولا ب 4000، النخاله كنا نقضيوها ب 1200 ولا ب 3000. هذا راه منكر، هذا عباد الله، هذا راه منكر، هذا عباد الله، هذا راه تهرب. فين غتمشي؟ والسلام عليكم. علاش ولات الثمن طالع؟ ها؟ علاش الثمن طالع؟ بيناتهم التجار، التجار تاي بيناتهم بحال هكاك تاي يخدموا ديك القضية بحال هكاك بيناتهم. ماشي زعما الجفاف؟ ها؟ ماشي الجفاف؟ لا، ما كاينش جفاف. الجفاف ما خاطر من بنادم. دابا البالة ديال الثمن تقريبا شحال سوا؟ ها؟ البالة الثمن شحال سوا؟ 700 ريال. شحال كديرها؟ ها؟ كديرها الفرنك. النخالة كديرها 1200، 800، 1000 ريال. ولا درك 3000 ريال. هذا الربيح هو فينا هو تاع الفاصة كان عاب 600. راني شاريه ب 300 راه 3000 راه. هو اللي باقي على الله. إلى فاطروا واكلوا الله يجني ناكل لحمي. يعني الفليسات اللي عندك تقضي تبان البهيم؟ الله يجي البركة. واش تروح للدار؟ ها؟ نروح أنا ومن هنا بحال هكا نسمع على الزواك لا الصياح تاع الغلم. هادشي اللي كتعاني منه كيعانيو منه الناس كاملين دابا. إيه. كلشي مكرفس. كلشي مكرفس. كلشي مكرفس. ما كاينش شي دعم ديال الدولة بالنسبة مع الفلاحة ما يصور فيكم حد؟ وترى خرجوا لنا الدعم تاع الدقيق ب 2000 ريال الخنشة، اللي فيه البلاق عطاوه سكتوه، اللي ما فيهش البلاق اتسنت ليا والله ما قرضوا ولا شافوا، داو دوك اللي يدوروا الفلوس وداو زادوا غبروا. وكتباع ب 2000 ريال نيت، كنا كنسمعنا تباع ب 2400. لا 2000 ريال ما نكذبوا، خلصتني انا ب 2000 ريال. قلت له مقدم انا وياك، قلت له نطلع انا وياك في مغويتي، نطلع انا وياك، نطلع انا وياك، اعطيني بو. اعطيني بو، خلصت ب 2000 ريال. واللي ما عنده جيش؟ واللي ما عنده جيش راه قاعد يطمع في عينيه بحال هكا يطلع فين موجود فيه. راه منكر، راه منكر هذا. نعرف البون، كان عندنا ذاك القايد الاول الله يعمر ريه الدار. كان يشد البوانات عدو ويدير البنادم السربيس هنا في البيرو، يا فهمتي، ويفرقهم بوحدو، دوز هكا تا شديتي بون، دوز هكا تا شديتي بون. اليوم عاد يجوا البوانات يا سيدي، يعطوهم للمقدم ويعطوهم للشيخ، يمشي يبيعهم الشيخ ويبيعهم المقدم. الله يرزقنا الشتاء، الله يرزقنا الرحمة، راه اللي تيشبع راه العبد ما يشبع خوه، مولانا اللي تيشبع. الله يجعل سيد ربي يشوف وين. شريف انت فلاح ياك؟ قول لنا خويا الوضعيه ديال الفلاح. الفلاح راه مضرور اخويا، راك واخا شحت على الجهه، النخال دايره 27 ديال خصو يشوف من الفلاح، راه مضرور بزاف 100%. هو تا هذاك القشبيله دايره 60 درهم الباره فقط. اش نشوف القشبيله؟ دايره 60 درهم كيقول هذا السيد، واش غاتوقف لك هذا ما دور حتى نهار. شحال كان كيدير قبل؟ وكان كيدير 30 درهم. دوبل ثمنها. دوبل ثمنها. الزرع كان كيدير 500 ولا كيدير 50 درهم. ورويزه فين هي؟ 1200 قال لك هذاك باش ولا. ايوا فين هو؟ فين غيطير الفلاح؟ فين؟ فهم راه غيسمح فيهم وغيزيد فهم راه غيسمح فيهم واش غيدير لهم؟ والثمن تا هو دار 30 درهم 35 درهم. كان ب 30 ب 15 درهم. كل شيء تقريبا دوبل. وكل شيء دوبل، كل شيء دوبل، كل شيء. هو دوبل ولا 200 درهم.
كان 125 درهم. الاثمنه ديال العلف دوبلو، ولكن ثمن الحاجه راه باقي ثمنها. ودابا الزيت شحال دايروا فيه؟ الزيت ديال الغاطي ولا به 90 درهم. ها ولا 117 درهم. الفقير ما يعيش. وفين غيعيش؟ فين غيزيد؟ فين الفقير فين غيمشي؟ يمشي يموت. اش كيعيشوا الناس في العربيه سيرتو؟ ما كاينش مدخول مدخول شهري ولا شي حاجه. ما كاين مدخول شهري لا والو. فين كاين مدخول شهري؟ باش كيعيش؟ هو عايشه بالكسيبه باش عايش. في البهيم. بنادم عايشه في البهيم. البهيم هي باش عايشه الناس، هي اللي كاينه. الزرع غلا، كل شيء غلا. هذا البال كان غير ب 400 300 ولا ب 1100، النخاله دايره 27100، النعجه كانت ب 20000 ولات ب 6000. السوق راه ما داير والو، عيان الوقت. يعني العلف كيطلع والثمن. العلف طالع، العلف طالع، البهيم مساويه والو، ما كاينش اللي يديها. البالا ولا ب 1000 ريال ولا ب 700. السبب سير المطار ما كاينش. المطار ما كاينش، والبهيم كاين عند الناس، والناس ما خداماش. هي العامله ما كايناش. شي حاجه اللي كيدخل المواطن ما كاينش، قليل الفلوس ما كايناش. الناس عندها الصيال كتجيب بهيمه ما ساويه والو. السوق طاح، الزرع غلا، كل شيء غلا. باقيين خاص الاسعار، خاص العلف. خاص العلف يدخل، المواطن ما عندوش حتى العلف ما يعلف البهيم. دابا انتم ما كاينه رويزه. ها شو كتصبقوا البهيم ولا الدار؟ وانا الدار ياك، ولكن بس لما كانوا البهيم ما كايناش الدار. خاص غنجيبوا دري غتبيعوا غير البهيم، هما كل شيء. البهيم هو الزن واحد. دابا الراجل عنده سلاح، هما البهيم. كيجيب بهيمه كيبيعها كيصرف. دابا البهيم كيجيب بهيمه كيعطوا 3000 2000، اش غدير ليه؟ 25 نخاله 27100، القسبيله دايره 22 حتى هي غاليه. كلشي غالي، ما نقول لك ما الكساب من ضرور، ماشي ما من ضرور. ما كاين دعمش، ما كاين شي فلاحه كتدخل صغير. النخاله كيبيعوا فيها 27100، 25 نخاله دايره 2700، الزرع دار 72، الفارينه دار 72، كلشي غلا. المواطن اللي نولي الله 25 50 كيلو كتقعد 6 اشهر ولا شنو هي اللي كيدور اللي كيدور خالصه. ما يهواش في الشهر، كيعطوا لك 4 اشهر 5 دقيقة. 6 اشهر 6 اشهر تدعم لك القياده تجيب لها بون. وانت تصور 6 اشهر تقعد تتسنى في خالصه تدقي. ما كاينش وقت عيان. تدعم 6 اشهر تتسنى في خالصه تدعم يعطوا لك. تسنى 6 اشهر نص عام تتسنى في خالصه تدقي غادي يعطوا لك. واش غدير لك هاد الخشبه هادا؟ الله يستاهل ديال الخير، هادشي اللي غنقولو. فجاس ربي يرحمنا. امين امين. يرحمنا الله هو اللي كيصوب. لا يرحمنا الله غيكون الخير ان شاء الله. بغينا سي مولانا الكريم اللي يضر من هو مسلم. اما الغلاق غلاق. والله الا قدا الغلا بالله الغلاق دابا ما وليت كتجيب 10000 ما تقدرش، 20000 ما تقدرش. فلاح مسكين مضرور، انا نقول لك فلاح مضرور حتى اقصى درجه. بهيم طاحت. حتى واحد ما كيهضر عليه. لا بهيم والله يهضر عليه والله تبارك وتعالى. راه خاص الدعم زعما ديال الفلاحه تدخل، ما كاين الا دعم الاول. فين هو هاد الناس دابا باش يعطوا البيت؟ رويزه بحال رويزه ما كايناش. النخاله غلايه 27100 دايره النخاله 2700. شنو دار 200 درهم واش غادي؟ وما كاينش والله ما كاين شي حاجه. نكذب عليك نقول لك انا اللي كاين، ما كاينش. الناس عيان وها السيد. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.